انا متعايشه مع هذا الفيروس، متزوجه عندي جوج وليدات، الزوج ديالي توفى بهذا الفيروس، اكتشفت راسي في 2016، بقيت متبعه في السبيطار. ملي الزوج ديالي توفى في 2016 عرفت بان الزوج ديالي توفى بفيروس السيدة، درت تحليل لقيت راسي انا مصابه. ما قدرتش نصار عائلتي، ما قدرتش نصار عائلتي، ولادي ما فراسهمش، ولادي الحمد لله ما مصابينش، انا اللي مصاب. وهو مرض ولكن هما ما غاديش يتقبلوا، ما قدرتش نوصل لهم، هذا 4 سنين وانا مدرك عليهم الاخبار الخبر، ما قدرتش نقولها لهم حيت البشر ما كيرحمش. علاش شنو خفتي؟ خفت ما يبقاوش يجيو عندي ويوليو يخافوا مني ياكلوا معايا، يعني كاين الاول هي السيده ما كتعاديش في الماكله ولا ناكل معاك نشرب معاك، ولكن هما ما فاهمينش هذا الشيء. في هذا الكونفينمون هذا كيفاش كتوصلي بالدواء ديالك؟ في هذا الكونفينمون الحمد لله ما كنقدرش نخرج بحكم ان المناعه ديالي على قد الحال، كنعيط على المساعدات كيجيبوا لي الدواء الحمد لله حتى لهنايا للدار، وكيساعدوني حتى في المواد الغذائيه، حتى هي المساعدات كاينه في ديال المواد الغذائيه كيجيبوها لي حتى لهنايا. شنو الرساله اللي تبغي توجهها للناس اللي بحالك فيهم هذا المرض هذا؟ وشنو تبغي تقولي للمغاربه بخصوص هذا المرض؟ كنبغي نقول المغاربة بخصوص هذا المرض بانهم يديروا الكشف قبل ما يعرفوا راسهم بانهم فيهم السيده، يديروا التحاليل، يديروا التحليل ضروري من التحليل حيت السيده ما كديرش العلامات.